إحساس بالمسؤولية بيخليك في لحظة بتقدم روحك لملايين الناس كأنهم عيلتك. عايز حضرتك بعد إذنك تحكي لنا عن تفاصيل الواقعة والإصابة، وإزاي حضرتك كنت بتتسابق مع القائد المرافق في أنكم تحموا باقي أفراد القوة اللي معاكم. إحنا كنا طالعين في مهمة قتالية لمطاردة بعض العناصر التكفيرية، والحمد لله رب العالمين بفضل ربنا سبحانه وتعالى ثم الأبطال اللي موجودين معانا قدرنا إن إحنا نقضي عليهم. وبعد الانتهاء من القضاء عليهم يعني لقينا في تجمع جنب الدبابات، بعض الأفراد متجمعين هناك بيقولوا في دخان طالع من دبابة من الدبابات. فروحت أنا وزميلي قائد المهمة، كان أول هم لينا في أي حاجة لازم تتم إن إحنا عقيدة عندنا ثابتة بنحافظ على روح الناس اللي معانا. مشينا الناس، خلينا المعدات اللي جنب المركبة اللي طالع منها دخان، اتعهدت أنا وهو وإحنا ماشيين رايحين في اتجاه المركبة، وبعد ما قربنا منها قلت له أنا لو حصل لي أي حاجة أنت متكفل ببيتي ومتكفل بيا. هو رد علي نفس الكلام قال لي وأنا كمان لو حصل لي حاجة أنت متكفل ببيتي ومتكفل بيا. مع الأخذ في الاعتبار نقطة مهمة جدا، التسابق على مين هيتلف في العالم، شرف لينا إن إحنا نتلف بعلم بلدنا وفدا للناس اللي تحتينا كلها. المهم قربنا ومرة واحدة حصل انفجار، لقيت نفسي واقف في مكان وهو قريب مني، مرة واحدة المركبة مش موجودة وحفرة عميقة جدا جدا في الأرض ودخان أسود ظاهر في المكان. ببص على نفسي أنا لقيت فقدت من فوق الركبة، وببص على زميلي لقيته واقع على وشه قدامي. سيادة العقيد ممكن تكلمني عن رحلة العلاج من فضلك؟ دخلت عمليات حوالي 4-5 عمليات نتج عنها تركيب مفصل صناعي كامل للرجل علشان أقدر أقف وأمارس مهامي وأرجع للحياة تاني. قعدت في المركز الطبي العالمي علاج لمدة 2 سنين، السنتين دول برضو كان أهم حاجة الناحية المعنوية والنفسية. أنا بعد الموضوع بعد الصراع ده كله والإصابة ونفسيا الحمد لله رب العالمين ربنا وفقني وكرمني، وقد تم تكليفي بقيادة مدرسة الصعقة اللي أنا في بداية الحديث مع حضرتك قلت مصنع الرجال وعرين الأبطال على مر العصور وهتفضل على مر العصور. طب أنا دلوقتي جاهز إن أنا أكمل مسيرة في حتة تانية؟ ممكن ما أكونش جاهز إن أنا أحارب، بس جاهز بعقلي وبفكري أنقل الخبرة للأبطال للشباب لعظماء مصر علشان المسيرة يتم استكمالها.